أزمات سير خانقة في محافظة الكرك، وذلك بسبب طيش بعض سائقي الباصات الخصوصي وغياب تواجد رجال السير في المنطقة. والله بنعاني كثير منهم، يعني بسببوا أزمة خاصة في المجمعات في مؤتة وعلى الباب الجنوبي، ووقت الصبح بكونوا متواجدين على الشوارع، يعني ما بنقدر لا ننزل ولا نطلع، مسكرين مسرب كامل من الشارع الرئيسي جامعة مؤتة. يعني خاصة مؤتة يعني دائما فيها أزمات ما بصورها العقل، لأن تفتقر إلى رجال السير لتنظيم السير، وهذا اللي بنشكو إنه المفروض إنه على مدير الأمن العام يحط في مؤتة مراقبين سير حتى ينظموا السير. غياب مستمر لرجال السير وموظفي البلدية مما أدى لانتشار البسطات والباعة المتجولين في الشوارع الرئيسية وقيامهم بإغلاق بعض الشوارع الفرعية بشكل كامل أمام السير. يلجأ الكثير من المواطنين بالرغم من هذه المشاكل إلى الطرق الرئيسية في المحافظة بسبب سوء الطرق الفرعية في المناطق منذ أعوام، وتبقى هذه المشكلة قائمة منذ أعوام على أمل أن تجد لها الجهات المختصة حلا. يوسف الصرايرة لبرنامج من نوفينا.